شكرا زميلي مراد. اكيد الشوط الاول كان شوط مثير، يعني هدف وحيد، ولكن الابداع والامتاع كان ايضا موجود من لاعبي فريق السويحلي ومن فريق الاتحاد. هل هذا الشيء سيكون فيضا من غيث، فيضا من ابداع وجمال حتى نهايه المباراه، نهايه فريق الاتحاد وفريق السويحلي؟ على بركه الله. سرد وذكر اسماء فريق السويحلي بقياده المدرب علي المرجيني حارس المرمى، علي شنينه، عبد الحكيم الغويل، عبد الرحيم التريكي، صالح رقيق، محمد الطناشي، ماتيوس هنريكي، فايز سعد، البهلول بوسامين، عبد الرحمن ابو سنين، احمد ابو دبوس، والبديل هاشم بلتو بعد التغيير الاضطراري اللي حدث في الشوط الاول، خروج محمد الغويل ودخول ايضا هاشم بلتو. اما تشكيله الاتحاد، حارس المرمى معاذ المنصوري، عبد العزيز بريش، احمد التربي، اوليفين داي، المعتصم صبو، محمد الطبال، المهدي المصري الهوني، صهيب بن سليمان، عبد المعين خماج، وعبد العاطي العباسي صاحب الهدف الوحيد حتى الان في المباراه، والمهاجم الغاني الاسمراني رقم 16 كوامي كارزيتو. مدرب فريق الاتحاد هو دييغو كارزيتو، مدرب السويحلي المدرب علي المرجيني. كما تحدثنا وكما ذكرنا، الاتحاد خلاص هو متصدر المجموعه، السويحلي والوصيف كره اولى، ولكن التسلل من المساعد الاول والرايه الموجوده وحيد الشحاوي، مساعد ثاني ابراهيم ابو كوس، وحكم رابع الشرف الفزاني مراقب وحيد صالح، وحكم مباراة قاضي قضاة المباراة هو احمد البوعيشي في لقاء اليوم. حتى الان 1-0 الشوط الثاني، ننتظر اللي ترى وننتظر ايضا المتعة واهتزاز الشباك ان كانت في الجهة اليمنى او اليسرى لا يهم، الاهم ان نتابع الابداع والاقناع على قناة ليبي الاحرار. مباراة اليوم فريق الاتحاد وفريق السويحلي. هذا الغاني، الغاني اللي تحرك، الغاني اللي سجل هدف في لقاء الكاس امام فريق الاخضر، وايضا سجل هدف في مباراة الترسانة في ملعب الاكاديمية بالتحديد. خطأ لفريق الاتحاد، التنفيذ عن طريق اللاعب عبد المعين خماج. اول الكرات لفريق الاتحاد، كما ذكرت الاتحاد يبحث عن الفوز 11، ايضا كما سجل اليوم هدف وصل الى 31 هدف في هذا الموسم. الكره لعبد المعين، يلعب لك كره ارضيه خطيره، وهذه محاوله التصويب المراوغه. عبد العاطي يلعب الكره المهدي، المهدي يتحرك يتحرك، يلعب لك كره عرضيه تبحث عن راسيه. الغاني، الغاني كاد ان يكون على موعد وعلى ميعاد مع الكره بضربه بالراس، ولكن الكره ابعدها مدافع السويحلي لتاتي لحارس الاتحاد في الجهه الاخرى معاذ المنصوري. الكره طويله في منطقه الوسط، عبد العاطي، اكوامي اكوامي، ولكن صافره صافره، وخطا خطا مهمه اكيد ستكون ليست بالسهله بل المستحيله من صالح رقيق. ايضا عبد الرحيم التريكي في تحركات المقلق يسبب صداعات لدفاعات السويحلي. الكره في الجهه اليمنى، بودابوس، اوليفين داي، اوليفي يبحث عن كره طويله، يلعب لك كره، يغير الكره في الجهه اليمنى، تقطع من لاعبي فريق السويحلي. الكرات الرائعه الجميله، هاشم بلت يلعب لك كره عرضيه، ولكن يا سلام في الابداع، في تايمينج وتوقيت متميز من المعتصم صبو، يبعد كره لتكون ركنيه لفريق السويحلي. كما ذكرت السويحلي اليوم باللباس الاحتياطي، اللباس الازرق والابيض. السويحلي اللي اعتدنا دائما ان نتابع ونشاهد فريق السويحلي بلباس الاساسي اللون الاحمر والابيض، كما اكيد ينطبق الحال على فريق الاتحاد كما لعب في لقاء الذهاب باللون الازرق في لقاء اللي لعب في ملعب مصراتة. كرة مرتدة خطيرة سريعة، عبد العاطي يتقدم يتحرك السريع، وسط ايضا رجوع لبوسنينة، كرة في الجهة اليسرى، خطير مقلق انيق بارع في تحركاتها، هذه كرة ولكن دفاعات السويحلي في مرة اولى ترجع الكرة من جديد. عبد العاطي العباسي القصير اليوم اكيد رايق، عبد العاطي اليوم سجل هدف، وايضا متعنا بتحركاته وايضا بسرعاته في الاطراف ان كانت الجهة اليسرى واليمنى، وهذه تسديدة. يا علي شنينة، كادت أن تغالط علي شنينة، ولكن لحسن الحظ لم تكن يعني على الأطراف بل كانت في المكان اللي كان واقف فيه حارس المرمى علي شنينة. كرة في الجهة اليسرى، مباراة سريعة، مباراة سريعة، دائما أتحدث على هذا الأداء اللي نبوه ونحبوه دائما، أتمنى ونتمنى ديما نشوفوه في لقاءات فريق الاتحاد والسويحلي، وأيضا في جل مباريات الدوري الليبي في المباريات القادمة وأيضا مسابقة الكأس. أوليفين داي
أسر ضغط من أحمد أبو دبوس. أوليفي يكسب الرهان في مرة أولى لتصل في مرة ثانية. البهلول بوسامين يلعب له كرة، كرة خطيرة مرتدة هذه الكرة، لكن سرعة معاد، سرعة معاد من أنقذت دفاع الاتحاد، أكادت أن تهتز الشباك لفريق الاتحاد للمرة الخامسة بعد أن اهتزت هذا الموسم 4 مرات لفريق الاتحاد. مرة في مباراة الأولمبي عندما تعادل فريق الاتحاد 1-1، مباراة الاتحاد المصراتي 2-1 ذهابا و2-1 إيابا أيضا، ومباراة الترسانة على أرضية هذا الملعب عندما فاز فريق الاتحاد في مباراة 3-1. الكرة المهدي من جهة الأسرة، ولكن تحركات عبد الحكيم غويل حكم اللقاء ماذا يقول؟ خطأ لفريق الاتحاد أم ماذا؟ الكاميرا لم تعطي لنا إيضاح وإيتاء لهذه اللقطة. أمامنا حوار حكم اللقاء أحمد البعيشي أيضا مع عبد الحكيم غويل، أكيد يأتي القائد الخبرة تلعب دورها في هذه الأمور وفي هذه المباريات، ومحمد الطناشي هذه الفرصة. هاشم بلتو تقدم، ولكن الكرة أتت في أحضان حارس المرمى معاذ المنصوري. ننتظر كما ذكرت يعني المباراة 168 في دورينا كما تابعنا وكما شاهدنا، أيضا تابعنا هدف اليوم، الهدف رقم 388 في الدوري في هذا الموسم. كرة طويلة، الكرة تبعد من دفاعات السويحلي لتبدأ المرتدة. هذه خطورتهم، هذه إمكانياتهم، هذه مهاراتهم، هذه سرعتهم، وأيضا هذه تحركاتهم. هي الكرات المرتدة، الاعتماد على المرتدات، ولكن طويلة في هذه المرة، طويلة على البرازيلي ماتيوس هنريكي، البرازيلي اللي سجل كما ذكرت هدفين له في هذا الموسم، وسجل اكيد انه سجل هدفين في مباراه الترسانه. الكره لعبد العزيز بريش، يلعب الكره لعبد العاطي، لمسات تيربي، يلعب الكره طويله لكن تصل الى وسط ملعب فريق السويحلي. فايز سعد، ايضا غياب انس كحولي، حلولي اللي كانت موجوده لفريق السويحلي من هذا اللاعب، مع ايضا رحيل محمد المنقوش لفريق الاهلي طرابلس، والمدافع ايضا هيثم دانا، يعني الاسماء اللي كانت دائما ما تاتي بالحل، وايضا النقطه اللي اكيد يعرفها خير ما عرفها جماهير السويحلي، نقطه راس الحربه المهاجم الغير موجود مع الاصابات المتكرره لمحمد الغوي. امامنا عبد المعين خماش من اللاعبين اللي مميزين في هذا الموسم، التغيير المتاح امامنا، ودخول ايضا عمران سالم اللاعب اللي سجل الهدف، والهدف اللي سجله في مرمى السويحلي في لقاء الذهاب. على الكره ملعب مصراتة انتهى 2-0، كرة طويلة خطيرة المادي بعد الكرة، يتصل من جديد للسويحلي الفريق السريع البرازيلي ابن السامبا سيليساو، يلعب له كرة ولكن يسقط لترجع الكرة من جديد لهاشم بلتي، يبحث عن تسديدة 1-2 من جهة اليسرى. هذه كرة الطناشي، لعب له كرة ولكن الكرة ارتدمت لتخرج خارج الملعب لتكون ركنية. مباراة سريعة، مباراة ممتعة صراحة، وأقولها من النادر أن تكون يعني مباراة في الدوري الليبي من هذه النوعية، يعني السرعة والضغط وأيضا المساحات الموجودة. كرة طويلة أبعدت في مرة أولى لتبدأ المرتدة في الجهة المقابلة، الطبال ملك المساحات والسرعات، يلعب لك كرة للعباسي، ترجع الكرة من جديد، هذه انطلاقاته، هذه مهارته، هذه سرعة، يلعب لك كرة عرضية، بحث عن الباص ولم يبحث عن اهتزاز الشباك لتأتي هجمة مرتدة. يا مباراة يا سريعة، يا مباراة مجنونة إن كانت للسويحلي. برافو السويحلي، برافو أيضا الاتحاد، السرعة والمهارة وأيضا الانطلاق. مباراة أكيد من غير مركبات، من غير حسابات، من غير أي عقدات، يعني كل فريق يلعب من أجل الامتاع، من أجل الحضور، أيضا من أجل كسب الرهان في آخر المشوار. كرة في منطقة الوسط تأتي لفريق السويحلي، تتغير الكرة 1-2، لمسة خطيرة هذه الكرة في مرة أولى، المساحة الموجودة، فرصة، الراس براس، حتى الآن اهتزت في مرة أولى شباك السويحلي، هل في المرة الثانية تهتز شباك الاتحاد أو يكون الحال مغاير ودوام الحال من المحال في المباريات، يعني الفريق اللي ضيع يقبل، هذه كلمة عهدناها عرفناها، هذه فرصة أتت من
وسط الهجوم وبالتحديد من البديل هاشم بالتو لوجد المساحة، لوجد يعني هناك مكان بين أحمد الثربي وبين أيضا أوليفين داي، وكاد أن يسجل الهدف رقم 18، الهدف الثامن عشر لفريق السويحلي في هذا الموسم. يعني كما ذكرت في مباراة ماضية، في مباراة أيضا السابقة كما تحدثت وتوقفت على أقل فرق تعادل في هذا الموسم، النجمة التحدي الاتحاد الشرارة لكلاهما التعادل في هذا الموسم، أكثر فرق تعادلا هذا الموسم بالأشهر الاتحاد المصراتي لكلاهما ستة مباريات سجلت بالنقطة الواحدة، يعني بالتعادل أكبر النتائج لحققها الأهلي طرابلس على رفيق 7-1، المدينة على المحلة 5-1، التعاون على القرضبية 5-0. المجموعة الأولى اللي شهدت 108 هدف، المجموعة الثانية 93 هدف، الثالثة في لقاء اليوم يعني 93 هدف، يعني تتعادل مع المجموعة الثانية، والمجموعة الرابعة كانت الأهداف حاضرة 94 مرة، يعني عندما نقوم بإجمالي الأهداف يعني نصل إلى الرقم 388 هدف في هذا الموسم من أصل 168 مباراة. ولا تكلم ولا تحدث يعني على دور الرباعي الأول والثاني، على الكرة في الجهة اليمنى لتكون خارج أرضية الملعب، رمية تماس لفريق الاتحاد. الكرة مرة أخرى الجهة المقابلة لتكون يعني رمية تماس لعبد الحكيم الغوي يلعب الكرة، هاشم بالتو في مرة أولى يستفيد أكيد، أوليفين داي يواجه صعوبة في التحركات المميزة الرائعة، كرة في الجهة اليمنى تأتي هاشم يغير كرة خطيرة، التعادل لا 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 ضاعت في مرة أولى، معاذ المنصور يا بعد الكرة، المنصور أمام البرازيلي، البرازيلي لعب لكرة هنريكي ماتيوس البرازيلي، الكرة لابن السليسا وجد نفسه أمام المرمى، ولكن المنصوري أبعد الكرة في مرة أولى وثانية، هو أكيد جرس الخطر يدق أكيد على دفاعات الاتحاد بأن هدف التعادل سيأتي، وسط فرصتان يعني في أقل من دقيقة جاءت لفريق السويحلي، الركنية للسويحلي تلعب، الركنية تبعد دربك وخطورة وركنية أكيد، الدقائق المتاحة أمامي 57 دقيقة 1-0، جماهير الاتحاد تؤازر تشجع تواكب أكيد عرفت بأن هذا الوقت الصعب جدا بعد الفرص الموجودة والمتاحة لفريق السويحلي، الكرة لعبت من الجهة اليمنى لليسرى، ضغط آخر لفريق السويحلي، كرة من الجهة اليمنى أبو سنين يلعب لك كرة، ولكن أوليفين داي وسط ضغط البرازيلي ماتيوس هنريكي مش هين، يعني اللاعب اللي كما ذكرت وتحدثت يعني في المباراة الماضية، وأيضا رأينا تحركاته يعني دائما ما يقلق، يسبب دائما في صداعات للدفاعات المقابلة، وأيضا اللاعب يعرف كيف يأتي بالهدف كما ذكرت، لأفضل خط هجوم فريق الاتحاد أسوأ خط هجوم هو فريق الشرارة ليسجل 3 أهداف، أسوأ خط دفاع على القرطبية لتلقى 30 هدف كما ذكرت، فريق سبها أتمنى أن تعود أن تقدم مستويات مميزة، في سنوات أولى كانت دائما ما حاضرة منذ انطلاق الدوري حتى هذه المواسم الأخيرة، أكيد كرة القدم في السنوات الأخيرة يعني لا أتحدث ولا أتكلم على الشرارة والقرضبية أو الاتحاد أو السويحلي، بل لكل الفرق عمل والشغل أكيد واجتهاد وعلم. أمامنا البهلول بوسامين اللاعب اللي يلعب بجانب فايز سعد في منطقة الوسط، على الجهة اليمنى ماتيوس هنريكي وأيضا عبد الرحمن أبو سنينة، يعني الظهور والبروز اللي شفناه وتابعناه من فريق السويحلي بعد أن ظهر لنا هاشم بلتو وأيضا هنريكي ماتيوس، وحتى الآن أحمد أبو دبوس لم يظهر لنا السريع، اللاعب اللي سجل في هذا الموسم هدف وحيد، أحمد أبو دبوس اللي سجل هدف وحيد في مباراة الشرارة ذهابا عندما فاز فريق السويحلي 2-0 أحمد أبو دبوس وأيضا محمد أغويل، عودة اللاعب من جديد، عودة أيضا الكرة من جديد، معاذ المنصوري يلعب لك كرة طويلة
في الجهة اليمنى عبد العاطي للطبال، في الجهة اليمنى الطبال، واليسرى هنريكي بنفس الرقم رقم 7 خطير. الثاني يأتي الهدف الثاني، يأتي الهدف الثاني، يتقدم للأمام. يا سلام على الهدف وعلى الثقة وعلى هذا الجمال، يدونها في المرمى المهدي المصري لوني. الله الله الله، هو الإبداع، ومع بعد ذلك جمال ولا إبداع. زلزال زلزال أكيد في مدرجات ملعب طرابلس الدولي بعد الهدف الثاني. من أين أتى الأسيست والحكاية وبداية الرواية؟ أتت من أقدام الطبال، أكثر لاعبي فريق الاتحاد في هذا الموسم صناعة للأهداف، يعني اللاعب يسجل 7 أهداف، وأيضا حاضر كان في الأهداف الماضية والأهداف المذكورة لفريق الاتحاد. أمامنا الجماهير، جماهير فريق الاتحاد اللي أكيد تعبر عن عشقها الجنوني والأبدي على عشق الموجود لفريق الاتحاد والمؤازرة حتى نهاية المباراة. إبعاد الكرة في مرة أولى، أكوامي ضغط على دفاعات السويح لترجع الكرة من جديد. الطبال دائما ما الخطورة من تأتي من رقم 7، 7 الحية اللي دائما ما يتحرك. شوف لعب الكرة، لعب الكرة، يعني لعب الكرة، استلم، قرر، فراوغ، مرر، واتى بالهدف في المرة الأولى، لم تأتي لأكوامي كاسيتو. في الثانية أتت أمام المهدي المصري لوني ليسجل أول أهدافه في هذا الموسم من بوابة السويح، ليأتي أول أهداف فريق أو أول أهداف المهدي المصري لوني. في الدقيقة 59 على الكرة في منطقة الوسط، خطأ أمامنا الجنون، يعني كما تحدثت يعني في بداية المباراة، تذكرني يعني بجنون ملعب ليغا وارسو وملعب الجيش البولندي. الكرة في الجهة اليسرى لتأتي من جديد في منطقة الوسط لفريق السويح، لكرة طويلة، فايز يلعب الكرة في الجهة اليمنى، وسط تحركات، وسط أيضا أن تأتي الكرة لفايز من جديد، 1 و2، ولكن الكرة أبعدت لتكون رمية تماس. رمية تماس، عبد الحكيم غويل يلعب الكرة، تفتك لتبدأ حكاية الكرة، حكاية الهدف الثالث. السرعة الموجودة، 2 على 2، يتقدم الأسمراني، يطمع السالم أن يسجل الثالث. الكرة تأتي، ولكن الكرة أمام الطبال، كأن الكرة تعشق أقدام الطبال أن تأتي للمدافع، أن ترجع من جديد أمام الطبال. محمد الطبال ماذا يفعل في الجهة اليمنى؟ يبحث عن مراوغة، ولكن ممنوع المرور من أمام رقم 3 صالح رقيق. هذه الكرة، هذه الهدف أمام المرمى، لعب الكرة من الوسط، يعني من بطن القدم، لتستقر في ثاني مرات في الشباك على شنينة. رمية تماس، المهدي يلعب الكرة لتصل لعبد العاطي. اليوم عبد العاطي مع أيضا الطبال أحد مفاتيح فوز فريق الاتحاد، أيضا أحد المباريات اللي دائما ما أشاهد أن فريق الاتحاد يعتمد على الأطراف. شوف الفرنسي، يعني الفرنسي يعني حال لسانه غير راضي. الفرنسي اللي درب تي بي مازمبي، أيضا الوداد البيضاوي، جولي بالمالي، اتحاد قسطنطينة الجزائري، المريخ السوداني والهلال السوداني. المدرب الفرنسي ليأتي دائما في الجرينتا والجرأة. هذه كرة للغاني، الغاني بطن القدم لكن ضعيفة، أتت سهلة في مكان اللي كان حاضر فيه حارس المرمى على شنينة. الكرة في الجهة اليمنى، رمية تماس، ضغط، وأيضا بركان انفجر مرة ثانية في المرة الأولى بأقدام عبد العاطي العباسي في المرة الثانية، أتى الهدف عن طريق المهدي المصري، لكن هدفين. فريق السويح ليقدم مباراة باهية حتى هذه الدقائق، يعني جار فريق الاتحاد ند بند، أكيد منعرج مباراة في رأيي المتواضع هي ضياع الكرة من البرازيلي ماتيوس هنريكي. الفرصة اللي لو سجل فريق السويح للتعادل هي أحكام كرة القدم، يعني شوف المباريات اللي تلعب على جزئيات صغيرة، الفريق اللي يستفيد من أخطاء الفريق الآخر هو من يتحصل على نقاط المباراة. كرة في الجهة اليمنى، رمية تماس،
أكيد أجواء جنونية، أجواء أسطورية هنا على أرضية ملعب طرابلس الدولي. الجنون والفنون هنا يجتمع أكيد الموجات المكسيكية الحاضرة في مونديال المكسيك. الآن نشاهدها على أرضية ملعب طرابلس الدولي. الكرة في الجهة اليسرى لفريق السويحلي، صافرة وخطأ. صافرة وخطأ لفريق السويحلي. فريق السويحلي في السنوات الأخيرة قدم لنا محترف متميز إبراهيم تاج الدين. كرة لعبت ولكن خارج أرضية الملعب. أيضا محمد عمر، علي الأحمر، حسن قاسم، مصطفى الهدار، ايضا سليماني كامارا، اسماء متميزه مثل يوريفاي، ستيف العامري، ايضا حسام الشريف، علي ابو شعاله، حسين شكشاكا، مايسترو خط الوسط لفريق السويحلي، عثمان الفرجاني، لاعب للعب ايضا لفريق الاتحاد والسويحلي، مع عبد السلام الجالي وايضا خليفه القهوجي. كره في منطقه الوسط، عمران يلعب الكره ليتصل من جديد. عبد العاطي العباسي يعطي الكرات وسط، ايضا مراقبه ملاصقه من البالول بوسامين، ولكن الصافره والخطا. اليوم العلامه، نعطيت العلامه اكيد لعبد العاطي والطبال، ابرز العلامات. وفي الجهه المقابله الغاني كانه يعني طار وضرب الكره بالراس ولكن بعيد على مرمى. على اثنين الغاني ليبحث عن اهتزاز الشباك أمام الخصوم لثلاث مرات. تغيير لفريق الاتحاد، خروج الطبال أكيد. بحر من التصفيقات تأتي لمحمد الطبال بعد الأداء المميز والأداء الرائع والباهي في المباراة. أكيد تمويه أسيست ودخول مؤيد لجريتلي، يعني حتى المدرب تيغو فرازيتو أكيد يرى بأن الطبال هو اللاعب ليأتي بالفارق. ونعرف ونعلم والكل يعلم ذلك بأن دائما للفريق لاعب يعني يأتي بالفارق ويأتي بنقاط المباراة. أيضا وسط الحاضرين أيمن إسماعيل، أحد لاعبي فريق الاتحاد في بداية الألفية، أيضا في فترة التسعينات. رمية تماس، عبد الحكيم الغويل، تأتي الكرة عمران الأسمراني، اليوم يعاد من جديد لفريق الاتحاد. المعتصم صبو يلعب كرة في الجهة اليسرى المهدي. الكرة مؤيد لجريتلي، مؤيد لاعب لي أيضا سجل هدف في مرمى فريق الترسانة في هذا الموسم. من ابو سنين ايضا فايز سعد مع تحركات هاشم بلتو، يعني ثلاثه لاعبين يعني بنفس المواصفات، يعني السرعه والاعتماد على الكرات الطويله. كره في الجهه اليسرى لتاتي من جديد. ابو دبوس لم يظهر. رضا ربان عليك لمان يا ابو دبوس، ولكن حتى الان الكرات كلها مقطوعه من التربي، ايضا من اوليفين داي. الكره تصل لمعاذ المنصوري، معاذ يلعب له كره طويله، يلعب لك كرة لتصل لكومي، السرعة المتاحة من مويت ولكن الكرة تقطع لتكون رمية تماس. أمامنا الحضور، يعني الحضور اللي تابع في المباراة، الكبير قبل الصغير والصغير أيضا حاضر ليتابع المتعة والإثارة، أيضا الجمال والفنون في مباراة فريق الاتحاد وفريق السويحلي. عبد العاطي يلعب لك كرة تقطع في مرة أولى، تأتي من جديد، يعني الدور اللي كان يلعب فيه الطبال. كرة خطيرة يعني الغاني نويلة على هدف ثالث في مباراة اليوم، ولكن الكرات كلها تأتي أمام الحارس المتميز علي شنينة. تأتي لمؤيد لجريتلي، مؤيد
مؤيد بالرقم 10 اكيد الرقم اللي ارتداه سليم بوجرات في احلى سنوات ليتي احلى سنوات الاتحاد. كره في الجهه المقابله تلعب طويله في الجهه اليمنى واليسرى يعني الخطوره وايضا الضعف في مباراه اليوم يعني شيء غريب. السويحلي الفريق اللي كان يمتاز باقفال المساحات ان كانت في الجهه اليمنى واليسرى اليوم يعاني يعني يعاني من الجهه اليمنى واليسرى، وبالاخص اتحدث على الجهه المتواجد فيها الطناش يعني كل الكرات تاتي من تلك الجهه. اكيد عدم المسانده، عدم ايضا الحضور، عدم ايضا القرب وايضا المسانده من لاعبي خط الوسط يلعب دوره في مباريات وفي فريق مثل الاتحاد. يمتلك العباسي، يمتلك ايضا الطبال ان يلعبوا على الاطراف ان كانت في الجهه اليمنى واليسرى. التربي يلعب له كره في الجهه اليمنى لتصل عبد العزيز بريش صهيب بن سليمان. صهيب يلعب الكرة طويلة خطيرة، هذه الكرة هذه الفرصة، عبد العاطي في الجهة اليمنى يلعب له كرة طويلة للخلف وكرة من المرة الأولى ثانية. أي في المرة الثالثة أتت أمام الحارس على شنينة. كرات أكيد وبحر من الهجمات يأتي في الجهة اليمنى واليسرى من فريق الاتحاد ضد دفاع السويحلي في المباراة. الكرة كومي الغان يتقدم يبحث عن تمريرة يبحث عن لمسة يغير الكرة في الجهة اليمنى بريش يلعب الكرة طويلة مؤيد لجريتلي في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية صالح حركيك يبعد الكرة لتصل لعبد الرحمن ابو سنينه يلعب الكره الفايز سعد في الجهه اليسرى. تنقل وايضا تقدم للبرازيلي ماتيوس. هذه الكره هذه الفرصه بحث عن هدف ثالث عمران. اتت الكره من جديد امام عمران سلم في مره ثانيه ولكن اتت سهله. أمام الحارس علي شنينة من الحراس اللي قدموا مستويات مميزة وأيضا مستويات رائعة في هذا الموسم. شباكة والكرة أيضا اهتزت في شباكة في هذا الموسم 9 مرات وأيضا اليوم مرتين يعني 11 هدف في مرمى فريق السويحلي. أمام يعني الصورة والجماهير اليوم اللي كانت مساندة لفريق الاتحاد، الاتحاد اللي كما ذكرت قدم لنا أسماء متميزة يعني يتحدث في حراسة المرمى رمضان المصري، محمد لاغت، طاهر سعد، علي سويدان، سمير عبود في هذا الموسم، معاذ المنصوري وأيضا محمد الفرجاني. فريق الاتحاد اللي شارك في اول مشاركه افريقيه موسم 1967 وصل الاتحاد للدور الثمانيه امام تي بي انجليز الزائري في بطوله افريقيا للابطال. الاتحاد اللي قدم لنا اسماء متميزه، اسماء يعني ثابته في عالم كره القدم، نوري ترهوني، بكرباني، علي الزقوزي، احمد الاحول، علي البسكي، عز الدين بيزان، سمير عبود. ايضا تغيير محمد الدبار يدخل لارضيه الملعب وخروج لبهلول ابو سهمين. التغيير الثاني لفريق السويحلي، فريق اللي كما ذكرت يعني يسعى لتكرار يعني افضل المواسم يعني التاريخيه موسم 2015-2016، ولكن في هذا الموسم يعني في تصنيف المجموعه الاولى موسم 2003 المركز الرابع 41 نقطه في تلك السنوات يعتبر ثاني افضل انجاز يحققه السويحلي في مسابقة الدوري وصيف الكأس 2001. الكرة في الجهة اليمنى تلعب ابو دبوس يبحث عن كرة يبحث عن الدبوس ليكون في شباك الاتحاد في هدف اول ليعطي اكيد نفس ويعطي روح اكثر لفريق السويحلي في باقي اطوار المباراة.
كرة طويلة الغاني كوني باصي للغاني، الغاني اللي يبحث كما ذكرت الاف 16 اللي يطير في الجهة اليمنى واليسرى. كوامي كازيتو يلعب لك كرة لتصل من جديد في منطقة الوسط. عبد العاطي العباسي، عبد العاطي يلعب كرة في الجهة اليمنى. عبد العزيز بريش يبحث عن كرة طويلة ولكن تقطع الكرة في مرة أولى من فايز لتصل من جديد لفايز سعد، يبحث عن السعد ليأتي لفريق السواحلي في المباراة. عمران تأتي الكرة في الجهة اليسرى للمهدي المصري الهوني، المهدي المصري الهوني يلعب لك كرة لمؤيد الجريتلي، ترجع الكرة من جديد واحدة واثنين لتصل لمؤيد، مؤيد الجريتلي يلعب كرة للمهدي، تنقلات ولمساته كذا الراحة، الراحة الموجودة بعد هدفين أتوا، هدف في الشوط الأول وهدف أتى في الشوط الثاني لفريق الاتحاد، مرتدة لفريق السواحلي. 75 دقيقة ننتظر يعني ربع ساعة مباراة أن يتابع المتعة والإثارة كما تابعناه يعني في سرعة مباراة ونسق مباراة يعني في إثارة يصل للمتوسط يعني وإثارة يصل حتى لفوق المتوسط في أحيان يعني من دقائق المباراة. ما معنى الصورة علي المرجيني في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى ديغو كراسيتو المدرب الفرنسي الإيطالي. تغيير لفريق الاتحاد، تغيير اكيد الزائد البشري الموجود للمدرب دييغو كرازيتو، واعطى ايضا جرعات لبعض اللاعبين في مباريات صعبه جدا في مسابقه الكاس في السيمي فاينل النصف النهائي امام فريق الاهلي طرابلس، ايضا مسابقه الدوري، وان يلاقي الاتحاد فريق الاهلي بنغازي في اول الاسابيع. في ثاني الاسابيع سنشاهد ديربي اكيد الروح الموجوده بين صهيب وبين ايضا المدرب الفرنسي تييغو كرازيتو. تحدث على الاسبوع الثاني لقاء ديربي بين الاتحاد والاهلي طرابلس، الاسبوع الثالث لقاء الاتحاد والنصر في مباريات صعبه جدا، مباريات اكيد من يتحصل على النقاط الاكثر يتحصل على النسخه 45 لهذا الموسم ولهذه السنه. معاذ المنصوري يلعب الكرة الطويلة ليتصل من جديد لدفاعات الاتحاد، تبعد من ناجي دراه اللاعب القادم من فريق الاولمبي، اللاعب اللي يعني متعدد الاختصاصات، لاعب مدافع ايمن ايسر ايضا في محور الدفاع ملعب الوسط. الكرة في الجهة اليسرى امامنا اللون الاحمر والابيض اللي يتزين به ملعب طرابلس الدولي. رمية تماس، عبد العزيز بريش يلعب الكرة، كوامي يلعب الكرة، عمران سالم يتقدم عمران يلعب الكرة في الجهة اليسرى، الكرة تصل للمهدي، المهدي اللي سجل هدف ليعطى راحة أكثر بعد تحركات الرائعة في الشوط الأول وأيضا في الشوط الثاني. الكرة تصل لناجي درا، ناجي يلعب الكرة ليفينداي المعتصم صبو، ليفينداي ناجي درا يلعب الكرة يتصل في الجهة اليمنى التربي، أحمد التربي يلعب الكرة بالريش طويلة ولكن تصل في الجهة اليسرى اللاعب عبد الرحيم التركي. عبد الرحيم يلعب كرة طويلة للبرازيلي ولكن اليوم يبحث عن نفسه البرازيلي، الكرة خرجت، رمية تماس لفريق الاتحاد. رمية تماس لتصل لمؤيد الجريتلي، يتقدم مؤيد يبحث عن ثالث الاهداف في الجهة اليمنى، يلعب لك كرة بالريش يبحث عن الاوفر على الكروس ولكن تبعد من التناشي لتكون ركنية اخرى لفريق الاتحاد. ركنية لفريق
الاتحاد تأتي في الجهة اليمنى أمامنا على الشنينة، أيضا تحركات عبد الحكيم غويل، المهدي يلعب الكرة طويلة، يتحرك يخرج من مرمى على الشنينة، يلعب كرة طويلة يبحث عن السرعة، يبحث عن سرعة أبو دبوس، ولكن اليوم غائب أحمد أبو دبوس ونائم، لكن الكرة تأتي، يرد علي أكيد أبو دبوس، يتقدم ينتقل الجهة اليمنى، ينتقل من اليمنى لليسرى، ولكن معاد اليوم معاد هو سر تألق فريق الاتحاد، لأن لا يكون هدف في مرماهم أكيد في هذه المباراة. عمران في منطقة الوسط لتاتي لعبد العاطي العباس، يلعب لها كرة في الجهة اليسرى، المهدي يبحث عن الثنية، يلعب الكرة طويلة، ولكن تأتي للغاني، إكوامي يبحث عن كرة، تصل الكرة من جديد لمن تقول عبد العاطي، ولكن هناك خطأ. هناك صافرة، أيضا هناك سقوط لعبد العاطي العباس، لاعب اللي سجل هدف، لاعب اللي أعطى أيضا روح لفريق الاتحاد في مباراة اليوم بعد أن خرج محمد الطبال، أيضا الروح الموجودة. الكرة في الجهة اليمنى أمامنا معاذ المنصوري، اليوم كما تحدثت يعني سر من أسرار تألق فريق الاتحاد في خط الدفاع بعد أن أبعد أكثر من كرة، أكثر من فرصة. فايز سعد يلعب الكرة في الجهة اليسرى، عبد الرحيم التركي يلعب الكرة طويلة لمن تكون، الكرة رأسية أكيد لأوليفين داي، بالريش في الجهة اليمنى مع تحركات أيضا أحمد التربي، المساندة لتأتي في الجهة اليمنى للتربي، أيضا كما يكون الحال في الجهة اليسرى للمعتصم صبو مع تحركات المهدي المصري. كرة خارج أرضية الملعب أو لا، لكن الكرة لم تخرج، هناك سقوط لأحمد التربي. قوة أحمد التربي اللاعب اللي كما ذكرت في هذا الموسم يعني سجل هدفين، هدف في مباراة الذهاب وأيضا هدف في مباراة الإياب. الكرة تصل للمعتصم صبو في الجهة اليسرى، يلعب الكرة ولكن الكرة خارج أرضية الملعب، رمية تماس أمامنا المدرب علي المرجيني، من أبرز المدربين الوطنيين في المواسم الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، وما قدمه من مستويات رائعة وباهية مع فريق السويحلي في موسم 2015-2016 أكيد يبرهن على إمكانيات هذا المدرب. تسديدة ولكن اصطدمت بالمهدي الهوني المصري لتكون رمية تماس، المدرب اللي سبق ان درب ايضا فريق الشط والترسانة، رمية تماس لفريق السويحلي في الجهة اليمنى، فايز يبحث عن تمريرة، يبحث عن كرة لتصل من جديد في منطقة الوسط، ولكن بعد الكرة من ناجي درا يبدأ بالهجمة، يبدأ بالكرة عمران، وسط اثنين وسط ثلاثة، ولكن بعد الكرة من محمد الدبار خطأ وصفر ايضا من حكم اللقاء احمد البوعشي. كرة تأتي في الجهة اليمنى لفريق السويحلي طويلة ولكن خارج أرضية الملعب، يعني رتم المباراة انخفض يعني بعد الدقيقة 75 يعني بعد هدف فريق الاتحاد الثاني، رتم المباراة انخفض ومحاولات أيضا تأتي من الأطراف
تارة أن تأتي من تحركات المهدي وأيضا عبد العاطي العباسي. كرة في الجهة اليسرى لفريق السويحلي، الضغط العالي المتبع لفريق الاتحاد. ماجد را يلعب الكرة لعمران، يغير الكرة تماما، ولكن هناك راية، هناك تسلل، هناك راية وأيضا هناك تسلل. بريش يلعب كرة طويلة، يبحث عن تحركات مؤيد الجريتلي، كرة في الجهة اليمنى خطيرة، فرصة لكن في الشباك الجانبي، في الشباك الجانبي. علي شنينة الحارس اللي أغلق الزاوية والمنفذ والرؤية على تحرك مؤيد الجريتلي لتكون في الشباك الجانبي، في الشباك الجانبي. حتى الآن 85 دقيقة في آخر مباريات دور المجموعات، كما تابعنا وكما شاهدنا وكما تحدثت يعني المباراة رقم 168 مباراة في دور المجموعات. اليوم تابعنا وشاهدنا هدفين، وصلنا إلى الهدف 389 في حصيلة مباريات الدوري. الدوري يتكون من أربع مجموعات، 28 فريق، في كل مجموعة سبع فرق. الفرق اللي تلعب مرحلة البلاي أوف النجمة وفريق رفيق الترسانة، أيضا فريق نجوم أجدابية. المرحلة أكيد ستكون صعبة جدا على أربع فرق. سيظهر لنا يعني ملامح فريقين بعد نهاية المباريات ونهاية الجولة، جولة تفادي الهبوط في الأسابيع القادمة، مع صعود أيضا فريق بوسليم وفريق أيضا الصداقة بالشحات. قدموا أداء ومستويات رائعة في الدرجة الأولى وسط أيضا مباريات كانت ماراثونية في الأسابيع الماضية. يعني سنتابع وسنشاهد يعني ديربي سيكون بين المحلة وبوسليم في الأعوام القادمة. المحلة بقيادة المدرب جمال بنور في آخر الأسابيع يعني أنقذ المشوار، عدل الأوتار لأن يبقى في الدرجة أو الدوري الممتاز في هذا الموسم. يعني مسابقات صعبة جدا، يعني فرق مثل الأندلس قبل الأشهر، أيضا الشرارة والقرضبية، أربع فرق غادرت هذا الموسم الدوري. أكيد الدوري اللي مر بأحزانه وبأفراحه، بحلوه وبمره، ونتمنى أكيد أن يتغير الحال في العام القادم بعون الله تعالى، أن يكون التنظيم بشكل أكثر يعني امتياز من هذا الموسم. الكرة في الجهة اليمنى يتصل ناجي، ناجي درا في الجهة اليمنى، مؤيد الجريتلي لمسة واحدة واثنين، أعطينا ونعطيك، لا يتصل في الجهة اليمنى، لعبة كرة طويلة ولكن أبعدها عبد الحكيم الغويل لتكون خارج أرضية الملعب، ركني. ركنية لفريق الاتحاد، تلعب الكرة رأسية من تكون، والهدف الثالث يأتي، هدف ثالث بالرأس ليسعد الناس. المعتصم صبو يسجل ثالث الأهداف، صبو المدافع الهداف يسجل ثالث الأهداف. المعتصم صبو بعد أن تبعناه وشاهدناه سجل هدف في مرمى فريق الشرارة في لقاء الإياب مباراة 4-0، أيضا سجل في مباراة فريق الترسانة مباراة 3-1 ذهابا و4-0 ايابا، ليسجل المعتصم صبو رابع اهدافه، ليكون هو اللاعب الثالث، هو اللاعب الثالث من ناحيه تسجيل الاهداف لفريق الاتحاد بعد الطبال 7 اهداف وزوي 8 اهداف. اكيد ساصمت قليلا لنتابع ونشاهد هذا الجنون، هذا الفنون الموجود امامنا، هذا الفنون وهذا الجنون الموجود امامنا على ارضيه ملعب طرابلس الدولي. نشاهد الابداع والابداع، ما هذا الجنون، ما هذا الفنون، اكيد على ارضية ملعب طرابلس الدولي. نحن ليس في ملعب الاولمبيكو او ملعب لامبامبونيرا، ملعب البوكا او ملعب ريفر بليت المونيمنتال، بل نحن في ملعب طرابلس الدولي. الجنون هنا، الجنون والالوان الحمراء هنا 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 تتزين على ارضية ملعب طرابلس الدولي.
الكرة والإعادات الموجودة بعد أن شاهدنا وتابعنا الملعب يتغير لونه بالألوان الحمراء والبيضاء. الدخان هنا وسحابة، أكيد سحابة تتحدث وتتكلم على فوز فريق الاتحاد بثلاثة أهداف بعد هدف ثالث يأتي برأسية المعتصم صبو. مباراة جميلة، مباراة رائعة إن كانت في المدرجات وأيضا على المستطيل الأخضر. أكيد برافو لفريق السويحلي وما قدمه من مستوى باهي وزاهي، أيضا المستوى المتميز والرائع للاعبي فريق الاتحاد وأيضا للجماهير الحاضرة. الجماهير الرقم الصعب الرقم الأول، ولم تكن أبدا الجماهير في بلادي الرقم الثاني عشر لكل الفرق والمنتخبات وكل الألعاب. أكيد أكيد نشاهد الجنون والفنون وأكيد الأشعار والكلمات الرائعة عندما تابعنا وشاهدنا الهدف الرأسي للاعب المعتصم صبو. أكيد الضباب الدخان على أرضية ملعب طرابلس الدولي بعد أن شاهدنا تسجيل هدف رأسي للمعتصم صبو. الكرة طويلة لتصل للاعب والحارس معاذ المنصوري. أكيد سأجتهد في ذكر الأسماء في ذكر الأرقام في ذكر اللاعبين بعد أن شاهدنا يعني تغير لون ملعب طرابلس الدولي الألوان البيضاء والحمراء. على الكرة في الجهة اليسرى الطناشي لعب الكرة في الجهة اليسرى، ولكن هناك راية الدقائق الأخيرة. أنه الجنون أنه الفنون هنا يجتمع على أرضية ملعب طرابلس الدولي كما تحدثت وكما قلتها في المرة الأولى. لامبامبونيرا ملعب البوكا جونيورز يتغير المكان يتحول ليأتي هنا على أرضية ملعب طرابلس الدولي لنتابع ونشاهد إمتاع وإبداع جماهير الأتي في لقاء اليوم. الكرة في الجهة اليسرى، المهدي يلعب الكرة للمعتصم، المعتصم يلعب كرة طويلة لمن تكون، لكن الكرة تبعد لتصل عبد العاطي. أكيد اليوم ستكون الأمطار على مدينة طرابلس بعد وجود يعني الدخان هنا بشكل كثيف من جماهير الاتحاد اللي زينت ملعب طرابلس الدولي بأجمل الصور أجمل اللوحات المرتسمة من جماهير فريق الاتحاد. الكرة في منطقة الوسط، عبد العزيز بريش يبعد الكرة. هذه رسالة أكيد لابد أن تصل لكل من يتابع يعني دورينا والمباريات الليبية وحضور الجماهير الليبية يعني تعطي درس تعطيه مجانا للجماهير العربية حبها وعشقها أكيد الأبدي لكرة القدم. دائما ما أتابع يعني وأشاهد يعني جماهيرنا وما تقدمه من لوحات مرسومة رائعة. كرة في الجهة اليمنى لفريق الاتحاد، تسديدة وتصويبة تبعد الكرة لتصل من جديد لمؤيد القريتلي في مرة أولى ثانية. المهدي يبحث عن هدف رابع بالقدم اليمنى لتصل من جديد الكرة في الجهة اليمنى. كرة طويلة خطيرة، فرصة للغاني، يبحث على ثلاث أهدافه. الغاني يبحث عن ثالث أهدافه مع فريق الاتحاد في هذا الموسم. إذن سادتي بعد النار والدخان هنا على ملعب طرابلس الدولي تأتي صفرة حكم اللقاء أحمد البوعيشي لتعلن نهاية مباراة فريق الاتحاد وأيضا فريق السويحلي. مباراة ممتعة كانت جماهيريا وأيضا أهداف كانت مسجلة بطريقة رائعة لفريق الاتحاد 3-0. إليك الصوت زميلي مراد، أكيد الوقت يداهمنا وإليك الصوت على طول، وهناك أكيد التفصيل المفصل على مجريات الشوط الثاني مباراة.
إذن نهاية المباراة بتفوق الاتحاد على سواحلي بثلاثية نظيفة. سجل ثلاثية الاتحاد كل من عبد العاطي العباسي والمهدي المصري، واختتم الثلاثية المدافع المعتصم بالله صبو. كابتن عادل، مباراة وفت بوعودها، وشاهدنا ربما الاتحاد يضرب بقوة اليوم في آخر لقاء في الدور الأول. بالتأكيد.